كنا اليوم انت جاي تتبضع من سوق النبي يونس. والله ما شاء الله حركه طبيعيه جدا. نسال الله سبحانه وتعالى انه الامن والامان. اللهم امين. مدينه الموصل ونحال على كل ان شاء الله والامه الاسلاميه كلها ان شاء الله. زين شلون شفت الاجواء بمدينه الموصل؟ اجواء العيد شلون شفتها؟ والله طبيعيه ما شاء الله وفوق الطبيعي ما شاء الله نعم من الله. الحمد لله. الحمد لله. الاولاد من الاغراض. بارك الله فيك. الامن شلون تشوف الامن؟ تعامل القوات الامنيه معاكم؟ والله تعامل القوات الامنيه جدا حلو ما شاء الله، والله يبارك فيهم ان شاء الله ويقويهم ان شاء الله على اعدائهم. شلون شفت الاسعار البضائع؟ اسعار مناسبه، اجواء حلوه وما شاء الله الحمد لله. البضائع شفتها مرتفعه لو باقي نفس ما هي؟ لا بها ارتفاع. اي نعم. يعني على مود العيد نقول مثلا؟ اكيد على مود العيد، اكيد على مود العيد. زين شلون شوف اجواء رمضان مدينه الموصل؟ كلش حلوه. رمضان كريم علينا وعليك ان شاء الله. عليك علينا وعليكم ان شاء الله. خالي احكي لنا عن اجواء رمضان بمدينه الموصل. والله الحمد لله مليح السنه، مليح الحمد لله، بس عام الاول كان ما زين. يعني نقول هذا رمضان كثير بينه فرق عن اللي راح. اي طبعا. ايش الفرق اللي حصل؟ الحمد لله يعني شيء توفر الساعة، الحمد لله احسن. الحمد لله. بس طلعونا هالمعتقلين الابرياء. ان شاء الله تشابه الاسماء يبني صار له سنه وشهرين ان شاء الله. الجهات المعنيه يسمعون مناداتكم. زين رساله توجيهيه لاهالي مدينه الموصل مع قرب عيد الفطر المبارك. نريد ناس ترحم ناس، وناس تزور ناس، وهاي القطاع يشيلوها، وناس تحب ناس، وناس تزور اهلها وقرايبها. ايه وما نريد غير شيء. والله اجواء ان شاء الله تساعد على الخير وعلى التبضع بالسوق. الحمد لله والناس تعرف حاسة بأمان. الحمد لله. زين اليوم انت جاي تسوق من النبي يونس لو عندك محل؟ لا والله جاي اسوق انا والعائله. والعائله سوقت لو بعد؟ والله بعد هذا اشوف الاسعار ان شاء الله. شلون الاسعار البضاعه شلون شفتها؟ والله يعني متوسط الاسعار. زين الحمد لله. زين الوضع الامني، تعامل القوات الامنيه معك؟ زين كلش زين عادي. زين رساله توجهها لاهالي مدينه الموصل مع قرب عيد الفطر المبارك. والله ان شاء الله اتمنى لهم عيد سعيد بهذا الاجواء الرمضانيه. ما شاء الله نتمنى للاهل وللناس بهال الموصل والعراق جميعا كل الخير بهذا العيد ونعيدهم وكل عام وهم بخير ان شاء الله. والله ما شاء الله رمضان حلو والسوق حلو وعام ورجينا نسوق على العيد. هاي اول يوم تنزل للسوق؟ لا هاي ثاني مره نسوق. شلون شفت الاسعار؟ الاسعار كلش زينه وقوات الامنيه متواجده هنا وتعاونهم والوضع الامني فول امان وما كل شيء الحمد لله. زين هذا رمضان اكو فرق عن رمضان اللي راح؟ اي شيء اكيد احسن. الفرق شنو؟ الامان احسن والناس تطلع وتسوق وحركه زينه طبيعيه. زين شو توجه رساله لاهالي مدينه الموصل مع قرب عيد الفطر المبارك؟ والله هي رمضان عليهم وكل عام وهم بخير وعيد سعيد ان شاء الله وعلى الجميع وعلى قناه الموصليه. نشكر قناه الموصليه على تواجدهم واستطلاعهم في كل مكان. والله ما شاء الله رمضان كريم وعلى أمة محمد وعلى الجميع وان شاء الله عيد رمضان ان شاء الله. احكي لنا اليوم جايبين الاطفال سوقتوا له بعد؟ لا سوقنا ما شاء الله. شلون شفتي الاسعار الملابس؟ الاسعار حيل زينه. لا ما شاء الله مليحه. ما بها اي ارتفاع؟ لا حيل مليحه. لا والله استحفتنا على السوق. زين شلون نشأت الحركه التجاريه بسوق النبي يونس؟ ما شاء الله يعني الحركه قويه والناس عم تتبضع. يعني رساله وجهيها لاهل مدينه الموصل مع قرب عيد الفطر المبارك؟ والله يعني نتمنى الامن والامان وازيد شيء نتمنى الناس يعني النفسيات تكون يعني أطيب وأحسن. والله يا أجواء كلش طيبة والزحام وحركة عمال وايد، أهم شيء هو نطلب الأمن والأمان ونطلب من الحكومة أن هالرواتب يشوفونها العالم. لا رواتب لا شغل لا عمل، خدمات ماكو، كهرب ماكو، ماي ماكو، يعني هاي كلها منو يقدمها؟
غير المسؤول. رسالة توجيه لأهالي مدينة الموصل مع قرب عيد الفطر. إن شاء الله أمة محمد بخير، وإن شاء الله رمضان أحسن وأحسن وأحسن، وإن شاء الله عيد الأحسن، وإن شاء الله الأمان، ونسأل الله اللي الجهات المعنية يعني يفرجون على المعتقلين، واللي مظلومين أخذهم دواعش، يعني أبسط شيء أولاد عمامي ما موجودين أخذهم مرور، إن شاء الله إن شاء الله، بارك الله بك.